الأمم المتحدة تضع تصوراً للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في العراق خلال 3 شهور. الولايات المتحدة تقرر الإبقاء على نحو 600 جندي في سوريا. وزراء خارجية أوروبا يجتمعون اليوم في بروكسل، والملف النووي الإيراني على صدارة المباحثات. الخامسة صباحا، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. وضعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تصورا للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في البلاد خلال 3 شهور. وأشارت البعثة الأممية في بيان لها إلى أن التصور المقترح جاء بعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية، بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات، وهو يتضمن مجموعة من المبادئ والتدابير تضمن حق التظاهر ومعاقبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين واتخاذ خطوات للانتهاء من وضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن ومحاربة الفساد. خرجت مسيرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان للاعتصام أمام منازل الشخصيات السياسية بالمدينة، في وقت تسود حالة من الفوضى في الأسواق مع ارتفاع أسعار سلع أساسية. كما نظم اللبنانيون في وسط العاصمة بيروت مظاهرات أطلقوا عليها اسم أحد الإصرار، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم، أبرزها حكومة إنقاذ من تكنوقراط ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة. أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك مايلي أن حوالي 500 إلى 600 جندي سيبقون في شمال سوريا. وفي مقابلة تلفزيونية قال الجنرال مايلي أن سبب إبقاء واشنطن على الجنود الأمريكيين رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كامل القوات الأمريكية من سوريا هو الخوف من عودة تنظيم داعش الإرهابي، رغم الخلل الكبير الذي تعرض له التنظيم بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية. اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن خروج السودان من العزلة الدولية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب وتحقيق السلام الشامل والمستدام يشكل أكبر تحديات الحكومة الانتقالية. وفي كلمة له أمام الجالية السودانية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، استعرض حمدوك الملامح الرئيسية لبرنامج الفترة الانتقالية الرامي لتحقيق السلام بالبلاد ووقف معاناة المواطنين بمعسكرات النزوح واللجوء ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، حيث يتناول المناقشات تطورات الملف النووي الإيراني والأمن الإقليمي في الخليج. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان أن وزراء الخارجية سيجرون تقييما لنتائج المباحثات التي قادتها المفوضة فيدريكا موغريني مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا حول الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك إجراءات طهران فيما يخص رفع مستوى تخصيب اليورانيوم. نقلت وسائل أعلام في هونغ كونغ مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في مقاطعة ساي وان هو، حيث حاول المحتجون غلق الطرق. وقالت وكالة رويترز أن متظاهرا على الأقل قد أصيب برصاص حي من قبل قوات الأمن التي اعتقلت العديد من المتظاهرين الذين حاولوا إغلاق طرق رئيسية ومحطات النقل احتجاجا على وفاة طالب جامعي في التظاهرات الأخيرة. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.